السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الطلب مني حبايبي كفتة الرز، فانا النهاردة جاية اعملها لكم. جبت ايه؟ جبت ربع كيلو لحمة مفرومة زي ما انتوا، انا جبت حتة لحمة من عند الجزار وخليته فرمها لي زي ما انتوا شايفين كده، ماشي. ودي حزمة بقدونس وحزمة شبت وحزمة كزبرة. بس لو لقيتي الحزمة كبيرة بتاخدي نص كل حزمة، يعني نص حزمة البقدونس، نص حزمة الكزبرة، نص حزمة الشبت، ماشي. ودي بصلاية يا حبايبي، ودول كام فص توم، يعني بالعدد كده بتاع خمسة ستة، ست فصوص توم، ماشي. بالكوباية ديت كوباية رز غسلتها حبايبي وسبتها تنشف، حطيت نصها في المطحنه اهو عشان هطحنها، ماشي. هطحن الرز وبعد كده نرجع مع بعض حبايبي نشوف احنا هنعمل ايه. بس ما تنسونيش حبايبي في دعوه حلوه، ما تنسونيش في اللايك وفي المشاركه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. خليكم معايا حبايبي وهرجع معاكم تاني بعد ما اطحن الرز، خليكم معايا. بص حبايبي انا عملت كده ايه، رجعت لكم حبايبي بعد ما ضربت الرز، طحنته هو حبايب قلبي، حطيته هو في بعد ما طحنته حطيته تحت في الكبه، وحطيت عليه الثوم وحطيت عليه الخضره واللحمه والبصل وحطيت الملح والفلفل، هضربهم وهوريهم لكم بعد ما اخلص ضربهم، خليكم معايا. بصي حبايبي اهي بعد ما طلعتها من شايفين ملمسها جميل جدا يا حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله. بتشوفي بقى لو محتاجه ملح بعد الملح اللي انت حطيتيه، تمام ماشي، ملحها تمام ماشي. هصبحها حبايبي، هنزلها ان شاء الله وهجيب حبه زيت وهصبحها، هوريكم وانا بعملها، وخليكم معايا افضيها بس حبايبي وهرجع لكم تاني. بصي حبايبي بتجيبي الطبق تدهني فيه زيت زي ما انتم شايفين كده، بتخلي حبه منه على جنب زي ما انتم شايفين، بتاخدي كده بتسمي الله، لان انا اصلا حطيت لها حبه فلفل اسمر نسيت اقلبها بيهم، ماشي. انا حاطه لها اصلا مع وهي بتتضرب انا حاطه لها، ماشي حبايبي. بس انا حطيت حبه فلفل اسمر تاني، لقيت ملحها كويس مش محتاجه ملح، فحطيت لها حبه بس فلفل اسمر. بصي حبايبي بتبلي ايدك زيت كده كده وتسمي الله وتصبعي حبايبي كده كده، شايفين زي ما انا بوريكم كده حبايبي. انت عايزة بقى تعمليها من بطاطا ماشي، عايزة تعمليها دواير ماشي، عايزة تعمليها زي الكفتة مكورة ماشي، اللي يريحك بقى حبايبي. بس هي ما فيهاش تعب يعني، الحمد لله بسم الله ما شاء الله. وطبعا هي كده كده انت حتى لو رفعتيها بتتخن في الصلصة لما بتعملي لها صلصة حبايبي ولما بتستوي. بس بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. جربوها حبايبي والله هتعجبكم، حاجه جميله جدا وبترمي ما شاء الله. عايزه انا ممكن لو لما بعد ما خلصت التصبيع بتاعها كده بعد ما صبحها ممكن اخليها كده واعبيها في طبق فل بكيسه وادخلها الفريزر، ممكن احمرها ماشي، ممكن احمرها واشيلها متحمره، ممكن اشيلها كده زي ما وريتكم قبل كده. انا كنت شايلها كده قبل كده وطلعتها من الفريزر، سبتها لما فكت وبعد كده قلتها. دي حرية شخصية حبايبي، انت وراحتك بقى، عايزة توفري على نفسك وقت لو بتشتغلي لو كده، عايزة توفري على نفسك وقت ان انت تبقى جاهزة متحمرة وجاهزة تيجي من شغلك تسحبي الكيس، او تكوني مطلعه مثلا قبل ما تروحي شغلك تطلعي الكيس وتيجي على طول تعملي الصلصة بتاعتها وتحطيها، دي حاجة ترجع لك حبايبي. بس هي حاجة جميلة جدا ومغذية ومفيدة، والولاد بيحبوها وبيحبوها محمرة اكتر من اللي في الصلصة، وفي كبار برضو بيحبوها محمرة اكتر من اللي في الصلصة، ماشي. فدي حرية شخصية حبايبي، اللي انتوا عاوزين تعملوه اعملوه، بس والله حاجة جميلة جدا. تنسونيش حبايبي في اللايك، ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة في الكومنتات، ما تنسوش تدعيني ربنا يشفيني ويزيح عننا وكل اللي زي، يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. خليكم معايا حبايبي، هخلص الكمية ان شاء الله وارجع لكم. بس حبايبي اهي الكفته بعد ما خلصتها، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. جميله جدا يا حبايب قلبي، يا ريت تجربوها ان شاء الله. لما احمرها هوريها لكم برده في التحمير يا حبايبي بتبقى عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا، يا ريت تجربوها وطعمها حلو جدا.
ما تنسونيش يا حبايبي بزنوة حلوة في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك وتحطوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، تعملوا مشاركة للفيديو. خليكم معايا يا حبايبي، خليكم معايا. بص حبايبي اديني بقى ليها اهوت الكفتة، ان شاء الله باذن الله لما خلصت اقلي حبايبي هوريها لكم. بس هي بسم الله ما شاء الله، يعني يا ريتكم تجربوها والله يا حبايبي، جميلة جدا جدا وريحتها جميلة جدا. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك، حطوا اللايك واذكروا لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. خليكم معايا يا حبايبي. اهي حبيبي الكفته بعد ما خلصتها واتحمرت الحمد لله ماشي كده خلاص حبايبي تمام. اسيبها بس تبرد وان شاء الله هحطها في اكياس واشيلها في الفريزر ماشي، لما من ما تحتاجي بقى بتطلعيها وتعملي لها الصلصه بتاعتها وتحطيها فيها، عايز تحطيها في طبيخ دي حاجه ترجع لك، عايزه تعمليها هي في بس في صلصه ورز ماشي اي حاجه، بس المهم ان هي بيبقى طعمها جميل جدا، يا ريت تجربوها حبايبي. وان شاء الله ارجع لكم تاني لما اكون هعملها في طبيخ او في اي حاجه هرجع لكم تاني باذن الله. وانا عملتها معاكم قبل كده في الفاصوليا في اللوبيا، ان شاء الله انا عملتها قبل كده، هي خفيفه جدا يا حبايبي وحلوه، يا رب تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك، ما تنسوش تصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، ما تنسوش تذكروا لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.